عام. واضح واضح. نعود نعود سيد الأفندي، نعود نعود للدور التركي الذي نحن بصدده أو بصدد الحديث عنه في هذه الحلقة. أردوغان قال في تصريحه للصحفيين عقب نجاح هذه العملية، قال إنها مهمة وخطوة مهمة جدا في سبيل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا في هذه الحرب. برأيكم كيف يتم إحلال السلام وكيف تعد خطوة مهمة بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعبئة الجزئية؟ هلا شوف صديقي، في امر مهم جدا الرئيس اردوغان عطون فيه حاليا، الدور التركي. الدور التركي كان قوي جدا في بدايه المعركه العسكريه، واستطاعت تركيا ان تجمع الطرفين في اسطنبول ويصلوا بفعاليه الى ورقه جيده جدا. يعني تصور هذه الورقه، راح اشرح للاخوه المشاهدين. الورقه تقول ان اوكرانيا ستقف على الحياد ولكن خارج جزيره القرم وخارج الدنباس فقط. الدنباس يعني الدنباس لها حكم اداره ذاتيه وليس في روسيا. الان اتى بايدن بقراره ومنع الرئيس زيلينسكي من اكمال المفاوضات، وفعليا انتهت المفاوضات. فعليا الان ما النتيجه؟ النتيجه ان اوكرانيا خسرت الدنباس واللوغانسك وزاباروجيا وخرسون. يعني فعليا وصل الان دور تركيا اخر، دور تركيا لنهايه المعركه او انهاء المعركه. انا في عندي معلومات دقه بتقول الان انه الرئيس اردوغان الان على صدد اتصال مع الاوكرانيين بعد الاعتراف الروسي، او بعد ما يسمى انضمام روسيا، انضمام كرسون والزاباروجي، يعني ب 27 سبتمبر فعليا يمكن ان تبدا مفاوضات للسلام وانهاء المعركه وتطبيق سياسه الوضع الراهن. يعني يحصل ما يحصل كما بالتاريخ حصل في عده معارك، مثل معركه 67 لما راح الجولان من سوريا، وحتى الان الجولان عن اسرائيل والكيان الصهيوني وما حدا عم يحكي فيها بالمره. يعني تطبق الان سياسه الوضع الراهن فقط لايقاف العمليه العسكريه. لانه فعليا الرئيس اردوغان يقوم بدور لا تستطيع تقوم الدول الاوروبيه. يعني فعليا تركيا من اكثر المستفيدين، تصور من اكثر المستفيدين من العمليه العسكريه ماديا. نعم صراحه. ولكن من اكثر المتضررين هم اوروبا اقتصاديا. يعني نرى الان كيف اليورو صار الان 95 سنت، الجنيه استرليني نزل تحت الدولار اليوم. هذا معنى الكلام اقتصاد اوروبا عم بنقار. المفروض الاوروبيين يخفوا العمليه العسكريه وليس تركيا. تركيا هي مستفيده من العمليه العسكريه. الان اردوغان يقوم بعمل عن الاوروبيين لانقاذ الاوروبيين. هذا امر مهم جدا. لماذا؟ امر مهم لماذا؟ لان ليس لاي دوله في اوروبا ليس لديها سياده. ليس لاي دوله لها سياده، لا فرنسا لها سياده ولا المانيا ولا اليوم نرى كيف الحكومات تسقط. اليوم شفنا انه اليمين المتطرف وصل في ايطاليا، وهذا جرس ناقوس خطر كبير ان هناك تفسخ في الاتحاد الاوروبي. يعني تعلم اليوم اعلام الاتحاد الاوروبي كلها مداس عليها في ايطاليا، نزلوها وعلقوا محلها الاعلام الايطاليه. لماذا؟ نجح اليمين المتطرف في ايطاليا لان الشعوب ضد العقوبات. اقتصاديا تنهار اوروبا، فاردوغان الان يقوم بانقاذ اوروبا. فالان في فرصه جيده جدا بعد الاستفتاءات فعليا ان يقوم الرئيس اردوغان عن هذه الاستفتاءات بالتحديد. دعني اتوجه